قناة الصعيد، قناة مصر السابعة. بهذا الملتقى نحن عم نحاول نقول أنه الفن التشكيلي هو جزء لا يتجزأ من الثقافة بشكل عام بسوريا، وإلى باع طويل بالحضور من خلال الفنانين، من خلال الأعمال اللي عم بيقدمها الفنانين. كمان مرة تانية وثالثة عم نحاول نقول بأنه لسه في مساحة من الحب، في مساحة من الأمل. الحجر جبناه من تدمر لأن لرمزية تدمر لتوفر حجر يصلح للنحت من تدمر. الشغل الخاص هو استمرار البحث التجريبي اللي عم بشتغل عليه، اللي هو بحث في الوجود بتطلعاتها، بتجمعات البشرية، بمقولة ما، أنه مقولة الحب زمن الحرب. نستطيع القيام من جديد بالمقولة السورية، التنيق يخرج من رمادي. النحت الفن عموما وفي هذا الوقت بالذات هو فعل حياة. محليا الآن في لحوة، في منطقة الحواج أو منطقة الوادي، قريبا في فكرة يكون ملتقى وربما يكون في دمشق.
طبعا الملتقى الحالي اللي عم يقام بمدينة حمص بمنطقة الوادي هو دعوة لمجموعة من الفنانين السوريين للمشاركة بملتقى للحجر بالإضافة لملتقى للتصوير الزيتي. تم دعوة مجموعة مهمة من الفنانين السوريين اللي لهم باع طويل بالفن التشكيلي السوري والعالمي، وعددهم 11 فنان بالإضافة لسبع فنانين من التصوير الزيتي. طبعا بسوريا نحن دائما في عم ننظم بوزارة الثقافة دائما ملتقيات بكل المحافظات السورية بالشمال وبالجنوب، ودائما عم ندعي فنانين. طبعا عم بيكون العدد الأكبر هن من فنانين المحافظة اللي عم يقام فيها الفعالية. يسعدنا انه بالأيام القادمة ندعي فنانين ليزينوا ساحات وحدائق سورية بالمنحوتات اللي هي بتنم عن جمال وسلام وحضارة، وأكيد بهمنا أنه يكون في تلاقي بالحضارات بيننا وبين الدول الثانية، وأكيد نحن مستمرين بهاي الفعاليات وبهمة الفنانين السوريين اللي هني عم بيشاركوا بهاي الملتقيات طبعا بظروف كتير صعبة، صعبة من كل النواحي طبعا. نحن هلا بملتقى نحت وملتقى تصوير في سويتيني على نبع الفوار. انا اسمي اجسام عبد الحميد، فنان تشكيلي نحات، لي معارض كثير وملتقيات دوليه بالعالم، يعني عندي فوق 70 ملتقى دولي ومحلي على الخشب على الحجر وبجميع انحاء العالم. حجر تنوري عم نشتغل عليه، مواضيع متعددة لدى كل فنان. أنا موضوعي عبارة عن بورتري شامخ للأعلى، في معالجة تقنية على السطح بتشبه الشعر بس في تقنية جديدة على المنطقة. المكان جميل والفنانين بشكل عام كويسين وإمكانياتهم فنية عالية المستوى. الأعمال تقريباً ماشية للنهاية، يومين ثلاثة بيصيروا ختام يسر كل واحد على بلده. بدنا نشكر الجاليري اللي عم تهتم بالتصوير والإعلام حول هذا الموضوع. الفنان نحات زياد قات من منطقة الجولان، عم نعمل عمل نحتي تقريبا في الملتقى الجميل في القرية الجميلة الساحرة مع بإشراف وزارة السياحة ومحافظة حمص، ولأهم من هيك وهيك الناس الطيبين الرائعين الموجودين هون اللي تفاعلوا معنا. وهذا عملي أنا عبارة عن شيء بهالأيام بهالهذا إنه تشعر بالراحة والاطمئنان والسكون، طبعا بشكل مبسط وقريب من الواقع، ليس واقع بكل معنى الكلمة، إنما كان يحبوها الناس. طبعا مجموعة جميلة جدا وناس كويسين، والعمل ماشي بشكل جيد رغم كل الظروف. الجمال والحياة يجب أن تستمر، ولازم مهمتنا نخلي بلدنا جميلة، نحاول نخليها من أجمل دول العالم، والفن هذا له دور كبير. وشكراً كثير لكم ولجميع القائمين على الملتقى، ومن عزهم ومن بجلهم، والشكر الجزيل والمهم لأهالي المنطقة الرائعين، الناس الرائعين،
وشكرا لأصدقاء جدد من بلدنا تعرفنا عليهم ونحن يساعدونا في النحت وبساهموا بخبراتهم معنا. وهذا أكثر ما أرجو إنه عملنا يتقبلوا الناس ويحبوا بيكون إحنا وصلنا للي بدنا إياه. يعني حاولنا نعطي شيء من جواتنا مثل ما بيقولوا من إحساسنا من وحي هذا المكان من وحي كل شيء من حولنا يعني لا نعمل شيء يليق بسمعة الفنان السوري والنحات السوري. مرحبا إسراء محمد فنانة تشكيلية نحاتة. نحن هون تجمع وادي النصارى بصدد ملتقى نحت. المنحوتة بتحكي عن حالة حب بين شخصين الحميمية الموجودة بين أي اثنين بيحبوا بعضهم. الحالة تعبيرية وبتمنى أنه توصل لدرجة أنه أنا أكون رضيانة عنها. محمد بعجانة طبعا مدينتي هي اللاذقية. اجينا لهون في موضوع طبعا مدينة احنا عم نشتغل بحمص في عندهم حالة منا ذكرى ومنا كان في شاعر سوري كتير مشهور اسمه ديك الجن. فانا حبيت اعمل ديك الجن يعني هلا هذا الديك هو ديك الجن ما معروف اذا عينه هيك ولا ما بدي اخذ راحتي فيه تخليدا للشاعر هذا السوري اللي من زمان توفى وبيمثل حمص يعني. هذا الحجر هو سهل وصعب يعني هو حجر تدمري يعني تدمر كانت مشهورة بالتاريخ وكذا وحجارته بتضل يعني. أنا النحاتة ميسون خبل من سوريا عم نقوم بنشاط ملتقى نحت ورسم برعاية وزارة الثقافة واتحاد الفنانين التشكيليين ومحافظة حمص. الملتقى أنا مشاركة بالملتقى بعمل نحتي بتعلق بالمرأة. بشكر جاليري حول العالم وقناة المصرية. أنا أسامة عماشا أنا تشكيل ونحات. دعيت على هذا الملتقى الجميل مع 10 فنانين نحاتين من مختلف المحافظات من سوريا. طبعا من مختلف المحافظات من اللاذقية من طرطوس من حما انا من جيلان مثلا. هي مشاركة جميلة جدا طبعا وسط الطبيعة الخلابة الرائعة. عملي الفني انا من وحي التاريخ القديم من وحي الفن السومري القديم. إله مع يعني استعملت الرموز دخلت الرموز القديمة فيها دخلت السمكة مثلا رمز العطاء رمز الحصودي رمز الخير والوجه هذا السومري القديم. الشيء الملفت للانتباه بهذا الملتقى الفنانين المشاركين كل فنان يملك أداب خاصة استفدنا من بعض كثير تبادل الخبرات هذا كثير وهي الغاية والهدف من هذا من هاي الملتقيات. بتشكل القائمين على هذا الملتقى وزارة المحافظات المؤسسات اللي دعمتنا وزارة السياحة وبتشكل كمان جاليري مصر جميلة وحلوة اللي عم تغطي الفعاليات. قراني المشاركة الثالثة إلي بمنطقة الوادي تخطي عملي اشتغل تكبير لحجم النرد لأسباب. أول شيء الشكل الهندسي كان أساس للمدرسة التقعيدية بالإضافة للبلالات والأرقام الموجودة بالعمال. فمثلاً عندنا رقم 1 يدل على الإله الواحد، رقم 2 يدل على السماء والأرض، رقم 3 يدل على الفكر والكلمة والعمل الخير، رقم 4 يدل على العناصر الأربعة والجهات الأربعة تبعيت العالم، والرقم 5 يدل على القوى المنيرة اللي هي الشمس والقمر والنجم والنار والنور، ورقم 6 هو خلق الكون. هي هذا المفهوم كان بالشرق القديم. نحا
حات غاندي خضر من محافظة حمام. طبعا مشاركتي بالملتقى هذا اللي هو ما بين نحت التصوير تعتبر من مشاركات كتير مهمة، لأنه فيها تنوع ثقافي كتير كبير بالنسبة للمحافظات السورية، باعتبار أنه نحن معروفين كبلد تغني بالثقافات، في ثقافات متعددة، فتشارك الثقافات هي واختلاطها مع المجتمع المحلي بيعمل إغناء كتير كبير بالنسبة للمجتمع وبالنسبة للفنان إن كان مصور أو نحات. طبعا الملتقيات بشكل عام تعتبر عنصر مهم للمنطقة اللي بنكون موجودين فيها، بيكون في تواصل مباشر مع المتلقي أو المشاهد أو ابن البلد ابن المكان، بيشوف المنحوتة وبيشوف العمل الفني كيف ببلش من نقطة الصفر للنقطة اللي بينتهي عندها. طبعا إضاءتكم مشكورين كتير عليها، مشكور القناة السابعة المصرية على هاللفتة الحلوة، وطبعا بدون الإعلام عملنا بيضلوا ناقص، فبيكون دائما الإعلام هو المتمم لشغلنا. نتمنى أن نحقق نتيجة مهمة بهذا التواصل ما بيننا وبين المتلقي أو المشاهد. مرحبا، أنا سلام أحمد، فنانة تشكيلية. نحن بهاي الفترة عم نشتغل بملتقى فني نحت وتصوير زيتي. بالنسبة لي أنا كان عملي عبارة عن لوحتين تصوير زيتي من وحي المنطقة، بيوت متراكمة وجبال وتداخل الطبيعة مع البيوت بطريقة تعبيرية ومبسطة. التجربة كانت كتير مهمة لي من خلال تعارفي على عدد كبير من فنانين السوريين المخضرمين، خصوصا النحاتين منهم. الشغل كان بالهواء الطلق، قريبين من النحاتين، عم نستمتع بعملهم، كيف بدأوا بالكتل الصماء وتحولت إلى أعمال فنية تضج بالحياة وبالتعبير وبالرموز والمدلولات. الله يعطيهم العافية ونشكرهم كتير على هاي التجربة اللي عشناها معاهم. حبينا نتشارك معاكم بعض لحظات من هذا الملتقى والجو اللي عشناه، على أمل بالمستقبل تكون يصير في دعوات مشتركة بين فنانين مصريين وسوريين أو دول تانية لما تكون الظروف أحسن. بدي أشكر المحطة السابعة المصرية أو القناة السابعة المصرية لاهتمامها بنشر الثقافة البصرية، والبرنامج جاليري حول العالم لاهتمامه وتشجيعه لنا، وبالأخص المخرج الفنان إسماعيل بكر. طيب حمام، عضو اتحاد فنانين تشكيليين بمدينة حمص، مشارك ضمن ملتقى نحت والتصوير بهالمنطقة هاي الجميلة. طبعا لوحاتي عبارة عن لوحتين، هي من وحي المنطقة الجميلة اللي هي عبارة عن الشجر والجبال والسماء والخضار واللون متعدد. نشكر القناة السابعة المصرية لنشر الثقافة البصرية. ميساء علي، مشاركة بملتقى نحت التصوير
أنا مشاركة بقسم التصوير، عندي لوحتين ذاتيات، لوحتين بيمثلوا الطبيعة بالمنطقة، طبيعة جميلة جدا، خضار وأشجار ونمط معماري حلو ومميز، الحقيقة فينا نستوحي منه كتير، ونتمنى أن اللوحتين يكونوا يحبون العالم، وشكرا لكم. شاركة بملتقى ومهرجان مع زملائي، هو ملتقى للنحت والتصوير، مشاركة بعمل تعبيري، أنا أسلوب تعبيري تجريبي. شكرا جاليري حول العالم في الفعاليات الفنية. الفنانة التشكيلية إيمان الحسن، شاركة بمهرجان للتصوير ونحت، مشاركة بعملين زيت على قماش، العملين يحكوا عن الأنوثة لما بتتفجر من رحم الأرض، لما وفيهم يعني دخلت فيهم شيء من الأسطورة، لما الأنثى بترمز للأنثى الثور، هاي الأسطورة القديمة، لما الأنثى بترمز للحكمة والثبات. طبعا أنا كثير سعيدة بمشاركتي بهذا الجو واللقاء مع الفنانين، وبدي أشكركم من كل قلبي لاهتمامكم وتغطيتكم لهي الفعالية. مساء الخير، أنا نور خوري، عم شارك بهالملتقى، وكانت الأجواء جدا ظريفة، عم نتعرف كنا على خبرات وأعمار مختلفة، كنا عم نكتسب خبرات كتير مهمة، خاصة بالتعرف كمان على نحاتين كانوا كتير مهمين، عم نكتسب جمال هاي المنطقة بألوانها، وقدرنا كنا عم نشارك كلياتنا أوقات حلوة. بدي أشكر البرنامج المصري جاليري حول العالم لتغطيته هذا الحدث.